شوف بقى كده ايه الحد الادنى بتاع كلية الطب، 91.3 لكليات الطب، 89.5 لكليات الصيدلة، 85 للهندسة. والله قريبة بتاع زمان، على أيامنا كانت هندسة كانت 82.3. ايه تاني؟ اعلام 83.65. خلونا بقى ايه نتكلم على نتائج هذه المرحلة الأولى مع الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي. أهلا بحضرتك يا دكتور. صحيح سيادة النائب، ازاي الصح؟ بتكلم أنا بحماس شديد جدا وكأني داخل أنا الجامعة والله. يعني الحياة الجامعية اللي حضرتك بتتكلم عنها فعلا، لأنه الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من بناء شخصية الطالب. ونشجع عليها مش كده؟ وحضرتك خلال السنوات اللي فاتت كان عندنا أبطال في الرياضة والثقافة والفن، صحيح، وحصلوا على مراكز متقدمة أولى في مسابقة الإبداع القومية. بنتكلم في الغناء، بنتكلم في التأليف، بنتكلم في الرواية، بنتكلم في كافة ألوان الثقافة. حضرتك تعلم أن الجامعات في تاريخها كله كانت هي مصدر الإشاعة والبناء الثقافي والفني للطالب المصري. فبقول للطلاب، ودي دعوة زي ما حضرتك قلت، انه كل الانشطه الجامعيه بكافه انواعها متاحه في الجامعات، اذا كنا بنتكلم عن جامعات حكوميه او خاصه او اهليه، وفرصه يعيش حياته الجامعيه، وفرصه ان يخلق من نفسه بطل، صح، وفرصه ان يخلق من نفسه فنان ويعبر عن مواهبه، لان الجامعه فيها كل اسر رعايه الشباب المعنيه بالدرجه الاولى عن اكتشاف هذه المواهب. فرصة انه يتدرب، فرصة انه يشارك في فريق المسرح، فرصة ان هو يشارك في المسابقات اللي موجودة، فرصة ان هو يشارك في البطولات الرياضية اللي الجامعة تشارك فيها، فرصة انه يشارك في كرة الجامعة. لا، الحقيقة متاحة جدا وفي كل الجامعات، ودي بتفرق جدا جدا في شخصية الطالب ونموه. والله لازم اقول، والجمعيات الادبيه اللي موجوده جوه الجامعه، يعني الجامعات الحقيقه طالما طلعت لنا من الفرق بتاعتها وجمعياتها الادبيه وانشطتها المختلفه ابرز واهم الفنانين والمثقفين والادباء وابطال الرياضه في تاريخ مصر بصراحه. هو ده الفئه العمريه اللي الحقيقه كل اسره الشباب تقدر تكتشف فيها شباب الجامعه اللي ربنا اداله موهبه في كل مجال من هذه المجالات، وبتنميها وبيستعينوا بمدربين وبيستعينوا بقى بعروض مسرحية، ويقدروا خلال سنوات الحياة الجامعية المختلفة ان هو هيتعرف على شباب من كل الجامعات المصرية. صح. الحقيقة لا، فرصة كبيرة جدا، وعندنا معهد إعداد القادة بحلوان فرصة ان هو بيعمل لهم معسكرات طويلة الحقيقة، مش بس عن التدريب. حلو. التدريب مع الرياضة مع الفن مع الترفيه، وبيستعين برموز المجتمع في كافة المجالات، في الثقافة في الفن في الرياضة. الطالب يقبل، وزي ما حضرتك قلت يحط في أجندته من بداية الحياة الجامعية، أنا مش هدرس فقط، لا، أنا عندي جزء تاني مهم جدا في بناء شخصيته. هيلاقي فرصة يتحاور مع زملائه، يتحاور مع مدربيه، يشوف قد إيه رموز الثقافة والفن والرياضة في كل المجالات اللي هيحتك بيهم، هياخد خبرات متعددة لأجيال كتيرة جدا شغالة في هذا الموضوع. لا، المسألة بتفرق جدا في شخصية الطالب. إذن وبعد أن أعطينا جرعة من الحماس للطلبة الجدد، ندخل بقى في موضوع التنسيق. إيه اللي جاي بعد كده؟ يعني الطلبة، أنا أحب كلمة الطلبة أكتر ما أقول له والنبي خد بابا وروح بعض أو شوف هتعمل إيه، أنا عايزه هو اللي يروح. الطلبة بقى اللي كده عرفوا هم هيقدموا، أو يعني هو داخل على كلية إيه طبقا لمجموعه، إيه الخطوة الجاية بتاعته يا دكتور؟ الخطوة الجاية بالنسبة، إحنا طبعا عندنا غدا مرحلة التنسيق الثانية. المرحلة الثانية بتاخد 5 أيام، هتبدأ إن شاء الله باكر حتى يوم 19/8، وبنحتاج بعدها 72 ساعة للتحليل الإحصائي و حلو. انتهاء من نتائج هذه المرحلة. بعد المرحلة الثانية وانتهاء مرحلة تعليل الاقتراب، بتطلع بطاقة الترشيح للطالب، والطالب بعد مرحلة تعليل الاقتراب بيتوجه بطاقة الترشيح بتاعته للجامعة. جميل. بتبدأ مكتب التنسيق بعد انتهاء تعليل الاقتراب يبعت الكشوف للجامعات بعد انتهاء مرحلة تعليل الاقتراب.
يبدأ مكتب التنسيق يبعث الطلاب، لأن احنا بننتظر الطالب ممكن في تقليل الاغتراب يحب يجي جامعة جنب بيته، وإذا سمح له مكتب التنسيق بذلك فيبقى الطالب يرشح على الرغبة الجديدة. عشان كده بننتظر حتى انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، ومكتب التنسيق بعدها بيبعث كشوف الترشيحات النهائية للمرحلتين الأولى والثانية مع بعض وتقليل الاغتراب، وبيبعتهم للجامعات. هنا الطالب بياخد بطاقة الترشيح بتاعته النهائية ويتوجه لمكتب التنسيق طبعا، وبيتوجه للكلية عشان تبدأ إجراءاته بقى في الكلية. بيطلبوا منه الملف الخاص به بالتفاصيل، أصل الشهادة وبعض الصور وبعض المستندات، ويبدأ الطالب بيحددوا له ميعاد للكشف الطبي، ثم بيسجل الطالب رسميا داخل الكلية بعد إنهاء إجراءاته. عظيم جدا. طب أنا لاحظت إنه اللي معلن قدامي لحد دلوقتي طب وصيدلة وهندسة وإعلام، هم دول بس اللي في المرحلة الأولى، ولا في كليات تانية أو تخصصات أخرى جوه المرحلة الأولى؟ في المرحلة الأولى اللي هي مقصود بإعلان الحد الأدنى، لا يعني هي دي الكليات اللي اكتفت بأعداد الطلاب في كل شعبة، يعني القطاع الطبي البشري وأسنان والصيدلة وعلاج طبيعي. قطاع الطبي كله قفلوا بالظبط. اوكي. هندسة وتخطيط عمراني قفلوا. نفس بالنسبة للشعب الأدبي، اقتصاد وعلوم سياسية وإعلام وأسهم اللغات، هي دي الكليات اللي اكتفت من الشعب الأدبي. كل قطاع من القطاعات الثلاثة اللي هم طلاب الشعب الأدبية لهم كليات متبقية كثيرة. طلاب شعبة علم علوم لهم كليات كثيرة تزال باقية، زي البيطري والعلوم والزراعة والتمريض وكليات القطاع الأدبي. أيضا طلاب شعبة الرياضيات لديهم كليات كثيرة، ولذلك احنا حضرتك عملنا النهاردة الأماكن الشاغرة لكل طلاب. يقول حضرتك في كل جامعة من الجامعات على مستوى الجامعات الحكومية كلها الأماكن الشاغرة في كل قطاع من القطاعات. عظيم. بحيث طلاب المرحلة الثانية قبل ما يختار يبقى عارف هي دي الكليات المتبقية، سواء في الجامعة اللي هي جنب بيته أو على مستوى كل جامعات مصر الحكومية، يبقى يختار على بينة. هايل هايل. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي.